مدينة السحر والجمال ومن بين أكثر المدن رومانسية في العالم، إلا أن مشكلة البندقية هي هذه. ارتفاع منسوب المياه فيها نتيجة المد والجزر، فتغمر المياه المنازل والمتاجر والقصور التاريخية، ما يعيق تنقل الأهالي والسواح. المشكلة هذه وجدت لها الحكومة الإيطالية الحل منذ نحو 10 سنوات بإطلاق مشروع يعرف بموز لإنشاء حواجز شبيهة بالبوابات في البحر تمنع فيضان البندقية. وفي جديد المشروع تنفيذ الفنيين الاختبار الرسمي الأول لهذه الحواجز في البحر. The idea is to stop the water entering from the sea at a certain level. وفي تفاصيل المشروع الذي تخطط كلفته 7 مليارات دولار، إنشاء بوابات هيدروليكية يبلغ وزن كل منها أكثر من 200 طن، تتحكم بدخول المياه وخروجها، وقد تم تركيبها في قاع البحر عبر 3 مداخل للمدينة. فعندما لا توجد مخاطر بحدوث فيضانات، تكون الحواجز في قعر البحر، وعندما يتخطى الموج ارتفاع المتر حتى 3 أمتار ترتفع الحواجز مانعة مياه البحر من الدخول. إلا أن هذا المشروع الذي وصل إلى مراحله الأخيرة يتعرض للانتقادات، ومنها التسبب بضرر في النظام البيئي وارتفاع كلفة صيانته.